هي قرية شريفة، هذا مركز تمركز، هذا المكان الذي تتمركز به المدرعة التي تقوم بقصف قريتي بابنا والجنجيل وجبل التركمان. وهذا هو الطريق الاستراد الواصل بين محافظة حلب ومحافظة لازم. ومنذ ساعات الصباح إلى الآن لم تتجرأ أي سيارة كانت مدنية أو عسكرية للمرور على هذا الطريق. والنظام السوري يقول إن الوضع خير وما في شيء بسوريا.